لأول مرة في مصر والوطن العربي القادرون باختلاف داخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة قادرون باختلاف مع الروائي عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة قادرون باختلاف يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الأول من العباقرة قادرون باختلاف، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو اللاعب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة قادرون باختلاف هتساوي مبلغ نقد. في مرحلة المجموعات كل نقطة بألف جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقة اللي فاتت أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 280 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثالثة، مجموعة مش سهلة. أول فريق مشرفنا في الاستوديو فريق إكسبرس. مبسوطة جدا ان اشارك في العباقرة في اول موسم لقادرون باختلاف، حاسة برهبة وخوف بس ان شاء الله اتغلب عليها في الحلقة ونعمل ماتش كويس. كان عندي حلم ان انا اشارك في العباقرة، الحلم ده من 2016 من اول فشفت البوزم الاول للبرنامج، وكنت فاكر ان مستحيل ان انا اكون في البرنامج، لكن دلوقتي انا بحقق المستحيل. انا احساسي لما دخلت استوديو العباقره او شاركت في البرنامج احساس طبعا ما يتوصفش. انا حلمي بالنسبه لبرنامج العباقره ان انا احصل على الكاس. عندي احلام تانية كتير من ضمنها ان انا اقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي. برنامج العباقرة برنامج أكثر من رائع، ويحمل على تنمية جوانبه المهارية والثقافية المختلفة. إن شاء الله نقدم أداء راقي، أداء يناسب قدرتنا العلمية والمعرفية. أنا مبسوطة إن أنا موجودة في برنامج العباقرة، نفسي أخد الكاس على طول. فريق إكسبرس الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. شكلكم مبسوطين قوي. الحمد لله بحضرتك. بصوا بقى، كل حلقة هتكلم مع حد فيكم تمام لوحده علشان ناخد وقتنا. خلينا نبتدي بسارة. تمام سارة، انت عندك حلم او امنية ان احنا يبقى عندنا في مصر وزارة بتهتم بذوي الاحتياجات الخاصة. تمام. بصي انا في رأيي ان الموسم ده مخصوص علشان نسمع احلامكم. تمام. ونشوف ازاي تتحقق. صح. بصي حلمك ممكن تلاقيه بيتحقق في يوم وليله يا رب. الله اعلم. وانا نفسي امسك الوزاره دي في يوم من الايام. اذا امسك الوزاره كمان. لا امسكها. حلمك تشتغلي ببنك. اه. هتسيبي الوزاره وتشتغلي في البنك ولا هنسيب البنك ونروح الوزاره؟ انا نفسي يبقى فيه وزاره، بس في نفس الوقت انا حاليا عايز اشتغل في بنك. وانتي خريجه تجاره بني سويف. اه بالظبط كده. فيعني ايه وارد جدا انك تشتغلي على الهوا. تسويق عالي جدا اهو. اتمنى لك كل التوفيق. ايمان وسليمان وعطيه وسلمى الحسيني برحب بيكم، وهنتكلم مع بعض باستفاضه في الحلقات اللي جايه. نحيي كلنا فريق إكسبرس. المدير الفني دكتوره سمر. مش بس دكتوره سمر جايه مدير فني، ده معاه مدرب عام كمان قاعد في الجمهور، دكتور محمد قاعد وراه مدرب عام. دكتوره سمر ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذ عصام؟ انا كويس الحمد لله. والله بتوحشونا.
وحضرتك اكتر والاستوديو وكل حاجة في البرنامج. عيلة حمودة وصيف الموسم الثالث لعبقرة العائلات وسيمي فاينل الموسم الرابع عائلات، عندهم كاس العبقرة في البيت. قوليلي بقى فكرة المدير الفني. انا كنت قلقانة من الموسم ككل يعني، لاني كنت يعني حد كبير بالظبط مشفقة عليهم من التعب، لان البرنامج على قد ما هو ممتع ومفيد لكن في طبعا تعب مذاكرة ومواصلات وتصوير كل الكلام ده. موافق. لكن يعني اول ما تعرفت عليهم وبدانا نتكلم مع بعض قلت لهم ان احنا يعني عايزين نستمتع بالحلقات وبالحضور وكده، قالوا لا احنا علينا على الكاس، احنا جايين عايزين نفوز بالكاس. اكسبريس بقى يعني، فهم شجعوني اكتر يعني، هم حمسوني كمان ان انا اساعدهم اكتر او اقدم لهم اللي اقدر عليه يعني. بصراحه اشكرك يا دكتوره صم، وبشكر الدكتور محمد حمود، وانا عارف ان انتوا جايين يعني من منى القمح من الشرقيه عشان تبقوا موجودين معانا ومع اولادنا، فانا بحييكم انتوا الاثنين الحقيقه. شكرا. شكرا لحضرتك. اما الفريق الثاني اللي مشرفنا في الاستوديو وهينافس وبقوه للحصول على اول ثلاث نقاط، رحب كلنا فريق ساموراي. بص اوصل للنهايه ان شاء الله عشان نثبت ان احنا برضو لينا ومثقفين وفي معلومات وقادرين على التحدي. حابب اشكر برنامج العباقره انهم اتاحوا لنا المشاركه وخاصه الفئه بتاع ذوي الهمه. كل الناس اللي شجعتني ان انا اقدم في السيزون ده نفسهم يشوفوني في الفاينل، فانا حاسه مسؤوليه طبعا ان انا اوصل ان شاء الله للفاينل، فان شاء الله ربنا يوفقنا ونعمل حاجه كويسه باذن الله. سواء فزت او انهزمت انا كسبان في الاخر، ان انا هطلع بمعرفه وهطلع بمعلومه، والاجمل من كده ان انا بتعرف على شخصيات جميله يعني. ان شاء الله فريق هيعتمد عليا النهارده في الرياضه لاني عندي معلومات رياضيه كتير بحكم شغلي، ويا رب اكون قد المسؤوليه النهارده واعرف اجيب لهم نقط كتير. طبعا الموسم ده يعني شكله قوي جدا يعني، ان شاء الله ناخد الكاس باذن الله. ساموراي الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. فريق يتعمل له الف حساب، انا عارف. محاربين محاربين وصاد الاكسبرس، ومش بس كده كمان، ده انتوا عندكم مدير فني مش سهل، محمد عزيز، الدكتور محمد عزيز، نحييه كلنا. محمد عزيز حصل على لقب الطالب المثالي في الموسم الاول للجامعات، وحصل على افضل لاعب في الموسم الثالث لعبقره الجامعات. حظكم حلو وقعتوا في مدير فني مش سهل يعني. لا الحمد لله والله يا عم، واكيد اداكوا شغل كتير. قولي لي يا رنا، ان انا ابقى الاولى على ثانويه عامه فده موضوع كبير قوي، الف مبروك الاول. شكرا. لان ده لقب هيفضل معاكي بقيه العمر. طبعا. الاولى على ثانويه عامه. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله. اخبار الدكتوراه ايه؟ يعني في الطريق في المراحل النهائيه. طب انا عايز ابارك لك بقى، امتى ابارك لك؟ لا ما هو حضرتك ليك دعوه رسميه طبعا، انا بعزم حضرتك على الهوا، بس لما يجي الميعاد بقى ان شاء الله. والبدله جاهزه اهو وكل حاجه. أيوة. تمام. لما يجي الميعاد ان شاء الله لازم إيه اخرنا لازم هي بس اجراءات روتينيه في يعني في اوراق لازم مثلا بتدخل مجلس كليه وبعد ما يتوافق عليها تروح مجلس جامعه، يعني دوره كده يعني اوراق كده لازم تاخدها. رسالتنا على الهوا مباشره. عايزين رنا تحصل على الدكتوراه بسرعه، عايزين الاجراءات اسرع. يا رب. عايزين نحتفل وعايزين نبارك ان شاء الله. يا رب باذن الله. اعتقد ان الرساله هتوصل يا رب، وباذن الله يا جامعه المنصوره هتلبي الدعوه والنداء. اتفقنا؟ المدير الفني بقى. والله هي تجربه كانت بالنسبه لي في الاول تجربه ايه فيها يعني متحمس ليها قوي، لكن بعد ما حضرتك قلت لي انت مع فريق ساموراي فجيت اتعرف على الساده اللي في الفريق، فلسه ببدا. فدكتور محمود بيقول لي دكتوراه في الادب الاندلسي، واستاذ زائر في، واستاذ رنا بتقول لي انا خلاص في المراحل الاخيره في الدكتوراه. فاللي هو يا جماعه طب انا اضربكم ازاي يعني، انا اقول لكم انتوا غلط ازاي؟ ما ينفعش. هو فكرني بالمشهد بتاع الفيلم بتاع فول الصين العظيم، اللي هو الشرقاوي بعت لنا فندام. لا هي يعني مش عارفه. لا بص انت عارف طبعا العباقره خبره بالظبط، فالمعلومات حاجه والخبره حاجه تانية،
وده بيفرق كتير جدا. اكيد، بس برضو يعني ايه، في هيبه ان هو طبعا ضرب ناس على قدر عالي جدا من العلم ومن يعني انت اقل منهم بالتاكيد. عندكم مدير فني عنده معلومات وعنده خبره، بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا فريق تمر عالي. العباقرة قادرون باختلاف 5 فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها كالعادة هي سؤال السرعة. سؤال السرعة، والسؤال هو: ما هو ترتيب نغمة السول في السلم الموسيقي؟ أحمد سليمان خطف البازر. 5. أحمد سليمان خطير، ركزوا معايا. طبعاً إجابة صحيحة، أحمد سليمان. هتختار مين اللي يبتدي الأول؟ هنبدأ إحنا إن شاء الله. ساموراي هتبتدوا الأول إن شاء الله. تمام، دي تعليمات المدير الفني أنا. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم، العلم 5 أجزاء: جغرافيا، تاريخ، 50-50، أدب وعلوم. ساموراي إمتى جوكر؟ على حسب بقى. غالباً في الـ50-50. في الـ50-50، تمام. جغرافيا، والسؤال هو: في أي قارة تقع بحيرة بيبس؟ مساحتها حوالي 3550 كيلومتر مربع، وبتصل لعمق 15 متر، بتتجمد حوالي 6 شهور. ثانيتين. قارة أوروبا؟ ليه أوروبا؟ يعني ليه ما روحتش برا الصندوق شوية؟ استنتجت عشان بتتجمد. ما ممكن تبقى في أمريكا الشمالية. وارد طبعا. يعني أمريكا وكندا، ده كندا متجمدة طول الوقت. أحمد سليمان، أول 10 نقاط إجابة صحيحة. جزء من الحدود بين روسيا وإستونيا. أول 10 نقاط لفريق ساموراي. فريق إكسبرس، عندنا سؤال في الجغرافيا وهناخد الجوكر ولا لأ؟ لا لسه شوي. جغرافيا، والسؤال: يقع بركان مايبو على الحدود بين تشيلي ودولة أخرى، فما هي؟ يصل لارتفاع حوالي 5260 متر. أحد أكثر البراكين نشاطاً على الحدود. فنزويلا. فنزويلا. بعدت شوية يا إيمان. فنزويلا، إجابة خاطئة. ثوران البركان سنة 1826 كون بحيرة ديامانتي. في إجابة ولا فيش إجابة؟ أحمد سليمان إجابتك. ما فيش إجابة استثناء. أنا مجرد متخمن يعني. هتخمن. محمود الزكي كان عنده إجابة. خلاص. هارد لك. إجابتك يا سليمان. الأرجنتين؟ طب ممكن أقولها؟ لا. بص، أحمد سليمان قال الأرجنتين. خلاص. هي نفس إجابتك ولا كان عندك إجابة تانية؟ لا، هي نفس إجابتي. الأرجنتين توارد خواطر. أيوة، إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ لا، أنا متأكد، لأن هي الأقرب على الحدود مع شيلي. متأكد كمان؟ إجابة صحيحة. برافو برافو برافو. 10 نقط ساموراي، 20 إكسبرس، مفيش نقط. ومش عايز إكسبرس يتخضوا. لا لا، مش إحنا لسه في الأول. فريق ساموراي، عندكم سؤال في التاريخ. هتاخدوا جوكر؟ لا لا لا. تمام، تاريخ، والسؤال: في عهد أي سلطان عثماني وقع حصار سكتوار عام 1566؟ الجيش العثماني كان 150 ألف جندي للسيطرة على فيينا. كان في مجموعة من الجنود المجريين حوالي 2300 جندي،
قتلوا أكتر من 20,000 جندي عثماني. رنا إجابتك؟ السلطان سليمان القانوني؟ عزيز بيسقف غريبة جدا. إجابة صحيحة. الآن أنا من فريق ساموراي. الآن ربنا يسهل إن شاء الله، إحنا لسه في الأول. سليمان القانوني مات أثناء الحصار ده، أنا استنتجت من التاريخ. والحصار ده بيقال عنه إن هو اللي أنقذ الحضارة الغربية، لأنه عطل غزو فيينا. 30 ساموراي إكسبرس، مفيش نقط. وإيه رأيكو ناخد الجوكر؟ لا. السؤال ده سهل؟ لا. لا كمان؟ لا. يعني أنا بقول لك سهل وبتقولي لا؟ لا. أنا غلطان. سلاح ذو حدين برضو. أنا غلطان. ما أنتوا هتاخدوا الجوكر، هتاخدوا الجوكر. في العلوم إن شاء الله. في العلوم، تمام. تاريخ والسؤال هو، في عهد أي خليفة فاطمي تم نقل عاصمة الدولة إلى القاهرة عام 973 ميلاديا؟ إيه ده؟ المعز لدين الله الفاطمي. معك سليمان، أداب أداب تاريخ الزقازيق، ومعاه ماجستير ودكتوراه، وقلتلك خدوا الجوكر. يلا خير نصيب. 10 نقط. إجابة صحيحة. بعد قضائهم على الدولة الإيه؟ الإرشيدية. بالظبط كده يا دكتور سليمان. طيب عشانات، أول عشانات للقطار إكسبرس. إكسبرس 10، ساموراي 30. دلوقتي عندنا سلمة ومحمد. محمد وسلمة تفضلوا. دكتورة سمر عايزك تيجي مع سلمة، وعزيز هيجي مع محمد. أشكركم، هتفضلوا موجودين معايا هنا لغاية لما يتسألوا. محمد وسلمى، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. أنا هسأل محمد الأول. أوكي. اتفقنا؟ اتفقنا. عشان هم اللي ابتدوا الأول. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. مبسوط؟ مبسوط. ومبسوط بفريق ساموراي؟ مبسوط، يعني الأجواء جميلة. حلوة الأجواء جميلة. مش بس الأجواء جميلة، ده فريق ساموراي عايزك تاخد الجوكر. شوف ثقتهم فيك بقى. ربنا يستر. ربنا يستر بالظبط. والله هنشوف. أولا أنت بتلعب تنس طاولة. ولعبنا مع بعض. وخدت ميداليات كتير. وبتغني. الحمد لله. هتغنينا إيه النهاردة؟ حلوين من يومنا والله. حلوين من يومنا والله للعظيم سيد مكاوي. تفضل. حلوين من يومنا والله، وقلوبنا كويسة، بنقدم أحلى فرحة ومعاها ميت مسا. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي. ده الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي، ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله، والله قلوبنا كويسة. عظيم عظيم. أداء مبهر، ولا معانا موسيقى ولا معانا، وأنت مبدع ما شاء الله عليك. والله أنا تعبان شوية بس إيه اللي تعبك؟ يعني بكح كده شوية. واحد ينسون؟ ما أنا شارب ينسون. والله شارب ينسون. طيب استعد بقى عشان أنت عندك 20 نقطة. إن شاء الله. فريق ساموراي حيدوس على البازر علشان ال 20 نقطة. طيب سؤال بعشرين نقطة، لو إجابتك صح هتاخد العشرين نقطة، لو إجابتك غلط هينزل لك اختيارين. اتفقنا؟ اتفقنا. 50-50. والسؤال هو، في أي دولة عربية تقع مدينة بيروت؟ لبنان. ما
ما فكرتش ولا ثانية. خلي بالك انت حظك حلو. انا صعب لك الاسئله من الدور الجاي. الله، ما انت فاكر ان كل ماتش هديك اسئله سهله؟ الماتش الاولاني بس ندخل في الاجواء الحلوه وبعد كده هديك اسئله صعبه. انا جاهز لاي سؤال يعني. طب ايه عاصمه لبنان؟ بيروت برضه. طيب بص بقى، تعرف لو عرفت ايه عملة لبنان؟ الليرة. غيرت النتيجة، فريقك وثق فيك وانت والله ما قصرت. محمد اجابة صحيحة. 50 ساموراي اكسبرس 10. سلمى فريق اكسبرس معاكي 10 نقط. اوكي. قولي لي يا سلمى الاول، انت عامله ايه؟ انا الحمد لله. احكي لي بقى اخبار السباحه ايه؟ سمعت ان انت بطله. انا اصلا بطله سباحه في تبع باسم النادي. نادي ايه؟ نادي الجزيره. انت عارفه ان انا كمان من نادي الجزيره؟ يعني احنا الاثنين من نفس النادي. قولي لي كسبتي كام بطوله؟ واخدة مرتين أول في سباحة، 200 حرة و50 صدر. طبعاً أنا عارف إن أنت بتلعبي رياضات تانية، بتلعبي رمح وبتلعبي جلة، يعني ألعب قوة. ألعب قوة وتنس طاولة، بينج بونج. أيوة. برافو عليكي، برافو عليكي. مبسوطة باسم إكسبرس؟ أكيد طبعاً. انا اول مره اخش في فريق، ف هبقى مبسوطه جدا ان انا دخلت البرنامج ده. واحنا كمان مبسوطين جدا انك معانا. سلمى انا سمعت ان انت كمان بتغني. وبرسم كمان. وبترسمي؟ بعرف الون. تعرفي تلوني؟ طب بتحبي تغني لمين؟ يعني اي مطرب. طب ايه زي ايه؟ كلمه حلوه وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. حلوة 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 يا بلدي. سلمى عندك سؤال بعشر نقط. اوكي. جاهزة ولا لا؟ لا طبعا لازم جاهزة. لازم تدوسي على البصر قبل ما تجاوبي. اوكي. اتفقنا؟ اتفقنا. 50-50 والسؤال هو، في أي دولة عربية تقع مدينة جدة؟ جدة فين؟ في السعودية. دوس على البازل. فين؟ في السعودية. طبعاً. إجابة صحيحة. برافو عليك يا سلمى، برافو عليك يا سلمى. جدة في السعودية. نحيي كلنا سلمى ومحمد، محمد وسلمى. اتفضلوا. اتفضلوا. محمد احرز 20 نقطه بالجوكر وسلمى احرزت 10 نقاط. النتيجه اتغيرت، اكسبرس 20 ساموراي 50. سؤال في الادب لفريق ساموراي. ادب والسؤال هو، اديبه انجليزيه مؤلفه روايه جريمه في بلاد الرافدين، فمن هي؟ 1936 عن مقتل زوجة عالم آثار على ضفاف نهر دجلة في العراق. 3 ثواني. يعني وانا لازم ازعق لكم؟ انا مش قادر افهم يعني. قعدتوا تتناقشوا تتناقشوا تتناقشوا، خلاص الوقت خلص. مين اللي ده؟ اختلفتوا ولا ايه؟ شوية اختلفتوا شوية. لا هنشوف احمد سليمان هياخد رأي مين. هتاخد رأي مين؟ رأي الأغلبية. تمام، نسمع رأيك. أجاثا كريستي. يا سلام عزيز، مش بديني فرصة أهزر. إجابة صحيحة. محمود ومصطفى أنقذكوا أحمد سليمان، هو ورانا أنقذوكوا. هي أجاثا كريستي. النتيجة اتغيرت، 60 ساموراي 20 إكسبرس. سؤال في الأدب لإكسبرس. أدب والسؤال، أديب مصري راحل مؤلف كتاب حقيبة في يد مسافر، فمن هو؟
12969 دكتور مهم جدا. مجموعة من المقالات عن رحلته لباريس قارن فيها بين المجتمع المصري والفرنسي وأسباب تقدم الغرب. إيمان إجابتك؟ دكتور طه حسين. إجابة خاطئة. في إجابة؟ أحمد سليمان. دكتور يوسف إدريس. دكتور يوسف إدريس بعشر نقط. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. توفيق الحكيم، إحسان عبد القدوس، يحيى حقي، يوسف السباعي. أحمد سليمان. يحيى حقي. طبعاً ما أنا غششتكوا، قلت لكم دكتور، ولا توفيق الحكيم دكتور، ولا إحسان عبد القدوس دكتور، ولا يوسف السباعي دكتور. مش ممكن، خطف منكم العشر نقط. إجابة صحيحة. حذرتكم من أحمد سليمان، صح ولا لا؟ مش هيستنى عليكم. خلي بالكم ساموراي بيحاولوا يهربوا بالمباراة من أول. مش مشكلة، المشوار طويل لسه. مشوار طويل، تمام. سؤالين في العلوم وأول سؤال ساموراي. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. علوم والسؤال هو، جوناثان هو من أكبر الحيوانات البرية من حيث السن في العالم، فإلى أي طائفة ينتمي؟ تاريخ الميلاد 1832. لسه عايش 190 سنة، سبحان الله. تم نقل الحيوان من سيشل لسينت هيلينا. إجابتك يا رنا؟ برميت. إجابة خاطئة. إكسبرس فيه إجابة ولا لا؟ إيمان. الثدييات. خسارة جدا العشر نقط دول، والسؤال سهل. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. الأسماك الغضروفية. عطية. الله. الله عليك. السلحفاء الزواحف. إجابة صحيحة. برافو عليك. جوناثان ده في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، 190 سنة لحد النهاردة. خطفت عشانات، برافو عليك، لأن ساموراي كانوا بيحاولوا يدوسوا على البزر، ولكن عطية كان ليه رأي تاني. شكرا. 30 إكسبرس 70 ساموراي. ودلوقتي الجوكر الإجباري. علوم والسؤال هو، بيير جولمان هو أول شخص من ذوي القدرات السمعية يحصل على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الإنجليزية، فما هي؟ حصل على الدكتوراه سنة 1960، 1983 أنشأ مؤسسة جولمان عشان يحسن العلاقة بين ذوي الهمم والمجتمع. ثانيتين. كامبريدج. إيمان. إجابة صحيحة، هي كامبريدج طبعا. برافو عليكم. 50 نقطة. 50 إكسبرس 70 ساموراي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 120 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة بألف جنيه، بما يساوي 120 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لإعداد المنتخبات الوطنية لاتحاد الإعاقات الذهنية المشاركة في بطولة العالم 2023 بفرنسا.